مسيطرين على المباراة 30 دقيقة حتىش لين خرج ورقة حمراء، وما ورغم اللي معناها كنا نلعب ناقصين وكنا نجمو نسجلوا الهدف الثاني في آخر الشوط الأول، ثم سجلنا هدف صحيح وألغية، كانت نجم تكون نتيجة 2-0 بعدين لا صحيح راهو الهدف، بعدين يعني على هجمة معاكسة قبلنا هدف لهدف، أعطينا قيمة للمنافس الترجي الرياضي التونسي في عمره لا استسهل المنافس، ونعرف الكرة المغربية متطورة، ونعرف الفريق هذا تبعناه، شفنا مباريات الأخرى خاصة ضد الرجاء، نعرف اللي عنده إمكانيات كبيرة ولاعبين كبار ونسميهم لك حتى بالواحد، وإذا حضرنا مباراة كبيرة بدينا كما قلت لك نص ساعة لعب، كنا مركزين وكنا مسيطرين على اللقاء، ولكن بعد تلعب بعشرة ضد 11 يظهر لي الفريق متاعي قام بمقابلة كبيرة بطولية إن شاء الله. نشكر الناس كل في مدينة أسفي على حسن الاستقبال بالحق، معناها شعب وفريق وناس استقبلونا أحسن استقبال ونشكرهم، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون المعاملة بالمثل وأحسن بإذن الله. ديروا لايك وبارتجوا الفيديو وما تنسوش أبوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور.